السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه شياسكا اخبار تي في التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله. كما راكم تشوفوا خاوتنا، يعني حصريا نادي شبيبه القبائل جاتنا اخبار باللي راهو يفاوض الدولي الجزائري جمال بن العمري للعودة ولاستقطابه خلال الميركاتو الشتوي لنادي شبيبة القبائل. إدارة النادي يعني عرضت على اللاعب عرض والله عقد لمدة 6 أشهر فقط، يعني وقابلة للتجديد، يعني إذا كان لقى روحه قدر يقدم إضافة لشبيبة القبائل في العقد تاع 6 أشهر هذا يقدر يزيدوا له كما حنا نقولوا في العقد تاعو في الكونترا تاعو. نتمنوا ان شاء الله يا ربي التوفيق لشبيبة القبائل. وقلت لكم باللي الاخبار من قبل راهي كانت كاينه مفاوضات مع جمال بن العمري، وكلنا يعني كلنا نعرف جمال بن العمري لانه ابن شبيبة القبائل، صراحة انه ابن شبيبة القبائل وكان من الناس اللي شمخوا التريكو صراحة ويلعبوا في شبيبة القبائل. لذلك نتمنوا ان شاء الله التوفيق للاعب ونتمنوا التوفيق لشبيبة القبائل. لايك على الفيديو، اذا ما راكش مشترك في القناة مالي غير تشترك تابوني وتفعل زر الجرس كي يصلك كل ما هو جديد، وخليونا الاراء تاعكم في التعليقات. ماذا بينا نعرف ان شاء الله الاراء تاعكم لو تمت هذه الصفقة بنجاح، هل سيقدم إضافة لشبيبة القبائل أم لا؟ خليونا الآراء تاعكم والسلام عليكم ورحمة الله.